اهلا بيكم حلقه جديده من عيش وملح، واحنا بنكمل موضوع حلقتنا اللي فاتت عن الزيتون. الزيتون ده اللي هو طول عمره رمز الخير ورمز الوفره ورمز الملك والمجد. موجود يعني في التاريخ كله نلاقي الزيتون من اكتر الحاجات اللي مذكوره في القرآن، في التوراة، في الإنجيل، في كتب التاريخ. القياصرة بتوع روما كانوا بيحطوا حاجة فوق راسهم كده، بتبقى الكورونا اللي بتتحط فوق الراس دي غصن الزيتون. رمز السلام بقى غصن الزيتون. حمامة نوح اللي رجعت شايلة غصن الزيتون. الزيتون دايما رمز للخير والسلام والوفرة والكترة. الحاجة اللي بتجيب زيت دايما الناس بتعتبرها ده خير، الزيت ده دايما خير، الدسم، الدهون. الناس كانت دايما بتحتاج الدهون زمان. الدهون دي بيولعوا بيها، بياكلوها طبعا، يعني الدهون دي اكتر حاجة بتشبع لما الواحد بياكل دهون. الدهون دي كانت احد وسائل التجميل، يعني قبل ما يبقى فيه الكريمات اللي احنا بنحطها على وشوشنا وايدينا، كريمات الايد وكريمات الوش اللي في انبوبة دلوقتي، كانت الستات بتنعم جلدها بان تدهنه بالزيوت، بتنعم شعرها بان تحط زيت على شعرها، بتنور المصابيح الاناديل قبل ما يبقى فيه كهرباء بالزيت. فكان دايما الزيوت هي رمز الخير، وعلشان كده دايما الزيتون كان واخد مكانه مهمه قوي في التاريخ كله. والبلاد اللي بتزرع زيتون دي بتصدره وبتتاجر بيه وتبقى بلاد غنيه. فلسطين، سوريا، قبرص، تركيا، كل المنطقة اللي هي مشتهرة قوي بالزيتون، واليونان طبعا، دي تبقى بلاد غنية زمان لأنها عندها زيتون. وإحنا كمان في مصر عندنا زيتون. أنا فاكرة أكتر مكان شفت فيه زيتون، شفت فيه كمية فظيعة من شجر الزيتون في سيوة مثلا. هو بيحتاج أرض فيها مية، بس مية قليلة. هو من مزاياته إن هو بيطلع بمية قليلة، مش محتاج مية كتير عشان تزرعي زيتون. الصحراء لو فيها حبة مية بتطلع زيتون، وعشان كده احنا عندنا هنا في سيوة وفي الواحات وفي طبعا فلسطين كلها أرض الزيتون، وسوريا ولبنان والعراق وكل الحتت اللي هي ما بين الصحراء والمية، يعني فيها مية قليلة. وشجرة الزيتون مش بس مهمة علشان الزيتون اللي احنا هنتكلم عليه، بس خشب الزيتون من أجمل وأرقى الأخشاب. الخشب دايما بيتقاس بجمال تجزعته، والأهم بصلابة الخشب. الخشب ده قد إيه ممكن يتجرح أو يتعضعض، أو ولا صلب وناشف. فكمان خشب الزيتون مشهور قوي. فالزيتون كله خير، يعني تبقى الثمرة، تبقى الخشب، يبقى الورق، كله 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 خير. والزيتون اللي أغلبه بيتزرع علشان يبقى زيت، 10% بس اللي بيتزرعوا علشان يتاكلوا. واللي بيتعصر زيت ليه فوائد كتير قوي. بعد ما ياخدوا منه الزيت اللي بيفضل، الخامة اللي اتعصرت وفضلت بعد ما نزلت الزيت بتتأكل كمان للمواشي. فاللي زرع زيتون عنده خير كتير قوي. احنا عملنا حلقة فاتت بالزيتون، والحلقة دي كمان زيتون. وعايزة اعمل ايه؟ عايزة يعني اثبت نظرية ان الزيتون لو موجود في البيت عندنا شوية زيتون هيحل لنا مشاكل كتيرة قوي. احنا في الحلقة اللي فاتت عملنا كده، حطينا شوية زيتون مفروم خليناه صوص مكرونة. لما يكون ما عندناش غير حبة رز فاضلين كده ملهمش أي ستين لازمة لوحدهم، ولو حطينا عليه معجون الزيتون قلبنا الرز مع أي حاجة تانية هيبقى هايل. إيه تاني؟ لو حطيناه بس في سندوتشات تبقى سندوتشات مغذية ولطيفة جدا. طيب، بس لو استخدمناه كمان في تتبيل، يعني لو بصينا له، لان دي حاجه طعمها قوي زيها زي البصل، زيها زي اي حاجه طعمها قوي وممكن تستخدم في التتبيل. لو عندنا معجون زيتون ومستعجلين قوي ومش عايزين نعمل بصل ودموعنا تنزل ولا اي حاجه، وتبلنا بيه فرخه هتشتغل تتبيله مهمه قوي. حطيناه على مكرونه بقى صوص، يعني بيشتغل في كل حاجه. المهم يبقى عندنا شويه زيتون ونفرمهم زي ما احنا هنعمل دلوقتي. احنا قلنا ده الزيتون الكلمات الطويل، وده أغلى زيتون خالص، فأنا مش هحب أفرم أغلى حاجة. هروح لنوع أقل سنة وهفرمه علشان يبقى عندي زيت زيتون، يبقى عندي معجون زيتون. مشكلتي بس الصغيرة إن هو بالنوى بتاعه. طيب، برضو عملنا كده الحلقة اللي فاتت.
نشوف بقى شوية مخليين علشان ما نضيعش الوقت ان احنا نخلي. طيب طيب ناخد المخليين دول، نتأكد انه مخلي كله. لا دي مش مخلية. احنا كده معلش بنعيد حاجة عملناها الحلقة اللي فاتت بالظبط، بس المعجون ده اروع حاجة في الزيتون. طبعا الزيتون حلو انه يتاكل كده زيتونات، بس ده استخدامه محدود، هنفطر هنتعشى هنتسلى بكام زيتونة حلو، بس مش هنقدر نستخدمه في المطبخ الاستخدام اللي هو ممكن يسد معانا في المطبخ طول ما هو بس كده حبوب. لا عايزينه معجون علشان يبقى استخداماته كتيرة. طيب الكلاماتا ده اوحش حاجة فيه انه غالي، بس احلى حاجه فيه ان طبعا طعمه وان النقه بتاعته بتطلع بسرعه جدا، سايب النوايا بتاعته. الكلاماتا اللي هو ده يا جماعه اللي هو الطويل اللي ليه بوز، عامل بص البوز كده بتاعه ده شكله لطيف ازاي. ده اغلى انواع الزيتون، وده بيجي من اليونان، وكيلو الزيتون الكلاماتا اغلى بكتير من كيلو اللحمه بكتير. بالمره نشوف الاسباني. بصوا الاسباني كبير اهو كده ازاي، ومش دايما بيبقى كبير، وما فيهوش السحبه والبوز اللي في اخر الكلاماتا ده. والفروق ان لحم الكلاماتا ماسك نفسه، لحمته مش طريه ومش بيبقى دلع، ما بيبقاش مملح قوي. الاسباني مملح اكتر ولحمه اطرى اكتر، وانا ما بحسش ان الطراوه ميزه قوي، بس يعني طبعا هي ايه في الاخر اذواق. طيب الوصفه دي احنا عملناها بحذافيرها امبارح، فاحنا اسفين لو بنكرر لكم يعني بنكرر لكم حاجه، بس هي الاساس اللي هنعمل بيها حاجات كتير. خليني ازود شويه من المفرومين دول. برضو امبارح وهنقول تاني دلوقتي ان ده المتقطع ده الاسود قوي 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 بيبقى عاده مسبوغ، ومسبوغ بطريقه صناعي صبغه مش حلوه، وده بيبقى امريكاني غالبا. هما ليهم طريقه في التعامل مع الزيتون، بيخلوه في التصنيع بتاع الزيتون بيصنعوه بطريقه، بيأكسدوه بيعرضوه للاكسجين بطريقه معينه، فبيسود قوي قوي كده. ده في امريكا اللي هو الطريقه دي. في مصر بيحطوه يعني في مصر برضه علشان نبقى قلنا دي حاجه عشان انتوا تبقوا عارفين، في مصر في انواع رديئه من الزيتون معموله بورنيش. ورنيش مش المفروض يكون بيتاكل، هتلاقوها سودة قوي من بره وبيضة من جوه، ده على الأقل أسود من بره ومن جوه، اللي هو معمول بالأكسجين أو يعني معمول بطريقة مقبولة في الآخر. عايزين نعمل إيه تاني غير إن إحنا ناخد شوية دول نزود بيهم هنا. برضو بعتذر إن أنا بعيد الوصفة بحذافيرها، بس هي دي الأساس إن أنا نشتغل بالمعجون. زي ما عملنا المرة اللي فاتت، أول حاجة وهو ناشف كده نعمل له بيوريه او نهرسه. بيتهز، بصي بيتهز ازاي. طيب طيب ده بقى لطيف قوي. هنحط له ايه دلوقتي؟ هنحط له برده زي المره اللي فاتت، يفضل قوي نحط له توميه، ونحط له كمان شويه عصير ليمون. اشيل البذره دي ونحط له حبة زيت زيتون. طبعا لو زيتون مش هنحط اي زيت غير زيت زيتون يبقى لايق عليه. خليني احط التومية. كده اخر لفه. ده البيز اللي هنشتغل بيه حلقتنا كلها. نستخدمه اسود او نستخدمه اخضر، احنا احرار.
انا بفضل ايه؟ بفضل الاسود. وبعد الفاصل اللي جاي هقول لكم ايه الميزه في الاسود عن الاخضر او العكس، يعني كل واحد حسب ذوقه، بس ايه الفروق بين الزيتونه السوداء والزيتونه الخضراء. احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفرق بين الزيتون الاخضر والزيتون الاسود. الفرق في الطعم كلنا عارفينه، الزيتون الاسود اهدى هادي شويه، الزيتون الاخضر فيه ملوحه اكتر ومراره اكتر. الزيتون الاسود حتى لانه بتخلل، الزيتون الاخضر بيتخلل بطريقه نحط ملح كتير وحاجات كتير عشان نضيع المراره منه. الزيتون الاسود فقط مرارته طبيعي على الشجره. الزيتونة السوداء هي الزيتونة الخضراء بعد ما استنيناها لغاية ما تستوي، يعني المرحلة المتقدمة الزيتون بيبقى أخضر الأول وبعدين يستوي، يستوي يبتدي يغمق، أو أول يبتدي يغمق يبقى أخضر مغمق كده وتطلع فيه الحتت البنفسجي دي أو الغامقة، ويفضل كده لغاية ما يبقى أسود يسود على الشجرة. فالزيتونة السوداء زيتونة استوت طعمها أكيد اتحسن طالما استوت. ايه تاني؟ المراره اللي فيها، المراره بتبقى في الاخضر لما بيستوي المراره بتقل، فالزيتونه السوداء فيها مراره اقل، وبالتالي في تصنيع الزيتون الاسود محتاجه كميه ملح اقل، مرارتها اقل وملحها اقل، فيعني اهدى الطف. فده فرق الطعم وخلاص، وفرق الزراعه، يعني هما الاثنين في الاخر دي كانت من دي. احنا عملنا ده وهنستغله في كذا حاجة، بس خلينا نبتدي الأول. هنعمل وصفة مغربي باعتبار برضو أن المغرب من البلاد اللي بتاكل زيتون كتير قوي. إحنا أكتر بلاد بتزرع زيتون إيه؟ أكتر بلد مشهورة قوي بالزيتون، لأن هي أكتر بلد بتورد زيتون أو بتصدره، يعني هي أسبانيا، يليها غالبا إيطاليا، وبعدين اليونان، وبعدين المغرب وتركيا واحدة منهم. يعني هم دول أكتر خمس أو ست بلاد بيطلعوا زيتون. مصر بتزرع بس ما بتصدرش. هنعمل هنا طاجن مغربي. عارفين المغاربة أكتر طريقة بيسووا بيها إزاي؟ بيحط كل حاجة ناية فوق بعضها ويسيبوها للزمن يسويها. هي مطبخ المغربي مطبخ غني جدا، بس هو مشهور بالحدوتة دي، كل الحاجات اللطيفة اللي في الدنيا بيحطوها فوق بعض ويسيبوها للزمن. احنا هنعمل دلوقتي ايه؟ حاجه فيها لحمه. انا احنا جايلنا حته لحمه هايله. الله، بصوا حلوه ازاي. بحترم انا قوي بقى اللحمه الحلوه جدا، يعني لا السكينه دي مش هي اللي انا عايزاها، انا عايزه دي. طيب دي حته لحمه عبقريه. المغاربه زيهم زي الصينيين ما بيستخدموش الشوكه والسكينه في الاكل، فهم بيصغروا الحاجة على قد اللي هي تتاكل كده من غير ما تحتاج تتقطع بشوكة وسكينة أو كده، فبتلاقي كل حاجة عندهم بايت سايز أو على قد البق. اللحمة بتبان في التقطيع، الحتت الطرية من اللحمة من واحنا بندوس عليها بإيدينا، دي حتة مشفية بس مش طرية. اللحمة الطرية من 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 أول ما نغرس كده إيدينا نلاقيها بتدخل بتغوص في اللحمة، لكن دي حتة لا مش طريه دي، بس هي مناسبه لطريقه اللي احنا الطريقه بتاعتنا، لان الطري بنستخدمه في الشوي زي حته الكباب مثلا. الحته الطريه قوي بتشوي زي الفيليه المشوي او الكباب، لكن الحتت الناشفه اللي زي دي بتبقى حلوه برضو، بس محتاجه طريقه تسويه اللي هي تاخد مده على النار. فهو ده بالظبط اللي احنا طريقه الطاجن، طريقه الحاجه اللي في الفخار او في الطاجن اللي هي بتتحط ونسيبها مده لغايه ما كل حاجه تستوي مع بعض. مش لازم دلوقتي طاجن يكون سخن، يعني لان هما المغاربه ايه بيسيبوا كل حاجه كده تنزل ميتها. لو احنا عايزين لحمه ما بتنزلش ميتها بنحطها في حاجه سخنه طبعا، لكن هما لا، كله بينزل ميته مع بعضه. هنحط ايه بقى مع الطاجن ده؟ او هو ما بيسموهوش طاجن، هو المغاربه بيقولوا طاجين، فده طاجين لحمه بالزيتون. نحط بقى معاه شويه بصل، كل حاجه في الدنيا بتاخد بصل، وبرده هما بيستخدموا بصل كتير.
احنا حطينا هنا البصل اللي احنا قلنا كله بيتحط في الاخر ناي في ناي. تخيلوا النار. طيب هنحط بصل وهنحط اكيد ملح واكيد فلفل. مبسوطة ان عندي فلفل خشن دلوقتي. وملح. وخلينا نحط فصين ثلاثة توم. نقطعهم كده صغير. او مش صغير نقطعهم كبير. بصوا التوم كده لما بيطلع اخضر زي ده. بصوا لما بيبقى جواه اخضر. شايفين المنظر ده؟ بتبقى التومة بتزرع. بتبقى اهي. بتبقى خلاص ده بيبقى معناها ان وقت التوم الجديد جه. يعني التوم قعد تقريبا سنة وان التوم المحصول الجديد جه. فهو طبيعي في الوقت اللي يعني سبحان الله ربنا بقى يعني في الوقت اللي التوم بيزرع. التوم حتى جوه بيوتنا بيزرع. والحتة دي بتبقى طعمها اقوى من اي وقت قبل كده. يعني الحتة الخضرة دي طعمها قوي جدا. حاطين ايه تاني؟ حطينا ملح وفلفل وتوم وبصل. عايزين نحط ايه تاني دلوقتي؟ عايزه احط جزر. المغاربه برضو بيستخدموا جزر كتير قوي. طيب خلينا دلوقتي نقفله ونطلع فاصل نكون ادينا له شويه وقت يعني يقول حاجه. وبعد الفاصل نرجع نكمل وصفاتنا بالزيتون. الزيتون احنا عملناه بيوري كده. قلنا ده لو عملناه بس كده وشلناه في برطمان في الثلاجه. معلش عاد لكم اللي قلناه الحلقه اللي فاتت. سندوتشات بيبقى هايل نخفه باي حاجه تخلي طعمه اخف عشان ما يبقاش الملوحه عاليه. لو حبينا نحط عليه مايونيز بس مش احلى حاجه. لو حبينا نحط عليه معلقتين زبادي يعني بصوا ده كده حطينا عليه معلقتين زبادي معلقه ساور كريم هرسنا معاه حتى بطاطسايه صغيره هيتقل وهيبقى يتفرد هرسنا معاه افوكادو اي حاجه. بس لو شلنا الزيتون ده في برطمانات كده هنلاقي له 1000 شغله وشغله في المطبخ زي ما عملنا الحلقه اللي فاتت. مش هيكون اقلها انه في وقت نبقى سالقين مكرونه ولا طماطم ولا اي حاجه نطلع ده بس من الثلاجه كده نحطه فوق المكرونه ده صوص بدل صوص الطماطم او صوص اللحمه المفرومه صوص زيتون. عملناه كان هايل. عملنا الحلقه اللي فاتت كان حلو قوي. لو فاضل شويه رز برده زي ما عملنا الحلقه اللي فاتت مالهمش معنى وهم لوحدهم رز حاف كده مين هياكل رز لوحده. حطينا عليها معلقه زيتون اخضر او زيتون من ده مع حتى فاحنا اي حاجه اي حاجه جنبها هتبقى اكله. ايه تاني في السندوتشات على العيش على البقسماط يتغمس ببقسماط اي يعني علبه زيتون كده في الثلاجه زيتون مفروم بتنفع بتنفع جدا. خليني اقول لكم بقى احد الافكار الثانيه اللي هتنفع فيها وحاجه كده ما تكونش على بالنا. كم مره بيبقى عندنا مثلا اي فراخ نوع فراخ صدور ولا مش صدور ولا اي حاجه ومستعجلين ومش لسه ما عندناش وقت نتبل. ها ده مهم قوي. انا الفراخ ما بحبش ابدا الفراخ المميه دي مضطره اعمل كده.
فراخ مش المفروض. كم مره بيبقى في البيت في شويه صدور فراخ ولا حتى فرخايه ولا وراك ولا اي حاجه، اي نوع من الفراخ، واحنا موجودين بس ما عندناش وقت نعملهم، مستعجلين قوي، صح؟ الاكل موجود بس فين الوقت اللي هنعمل فيه؟ فبتنتهي ان احنا بنتصرف. بس هقول لكم، لو احنا عندنا يعني، بصوا انا عايزاكم تعدوا العد، انا هحاول ما اخدش فاصل في وانا بعمل الوصفه دي، وهقول لكم ليه، عشان تشوفوا فعلا حقيقتها بتاخد وقت قد ايه، وتبقوا عارفين ان انتوا لو معاكم شويه زيتون زي ده هتتشجعوا جدا تعملوها. طبعا اي تتبيل بياخد وقت، صح؟ ومش دايما عندنا استعداد ان احنا نجيب بصل ونفرمه ونقطعه ونعمل كل ده. خليني قبل ما ايديا دي تبقى مش نظيفه احط طاسه على النار. نعمل بقى دي كمان. ودي طيب. بصوا بقى، مجرد ما هيبقى عندنا، انا بس عايزة اخد في حاجة برة علشان ما وسخش دي، ما احطش المطرح، ما احطش مطرح اللي هيلمس الفراخ ما رجعوش تاني هنا ابدا يعني خالص. فهاخد اللي هشتغل بيه بره، دول هيكفوني. بصوا، مجرد بقى ان احنا حطينا زيتون، والاخضر كمان هيبقى اوقع، يعني حاسه انه الاخضر اوقع لان الاخضر مملح اكتر، ها؟ فاحنا محتاجين حاجه مملحه اكتر، لان ده انا مش بعمل كوردون بليو، مش بعمل الاكل، انا بعمل نوع من التتبيله، انا كده بتبله. وزيتون اخضر، زيتون اسود، هي تتبيله سريعه جدا من غير ما الاقي نفسي عايزه بصل وهنفرم بصل وهنعمل خل وهنحط عليه خل وهنعصر ليمون وهنحط مش محتاجه كل الكلام ده. واحده ثانيه، معلقه جديده. ده لو سبناها حتى 10 دقايق هيكونوا كافيين قوي. كده انا خلاص مش عايزه اتعامل مع الفراخ تاني، يعني بتاكد. تمام. طيب بصوا، الموضوع ما اخدش اي وقت. ازاي؟ لما ناخد الفراخ دي حتى لو سيبناها بس 5 دقايق، لان الحاجه مملحه قوي، ومش بس مملحه، ما انا كنت احط ملح، ما الملح مملح، بس هي الفكره ان هي حاجه ليها نكهه قويه قوي وليها طعم قوي قوي ومملحه، فانا مش بحط تمليح وخلاص. ده الزيتون طعم مميز جدا وطعم قوي جدا، وانا بستفيد بيه في تتبيله سريعه جدا. والفراخ بتاخد دقايق عشان تستوي، وده اللي انا عايزه اثبته دلوقتي. اي حد بيطول على الصدور بيخسرها. بصوا ده سخن ازاي، 5 دقايق بطعم الزيتون القوي، الفراخ هتبقى متظبطه جدا. وبصوا الطريقه دي عشان انتوا هتحبوها، بصوا هتاخد معانا قد ايه في التسويه. احنا حطيناها كده، لو عايزين لون هنقلبها، لو مش هممنا اللون، انا دلوقتي مش هممني اللون. عشر دقايق بالكتير هتكون دي خلصانة. الصدور بتستوي بسرعة جدا، وخصوصا لما تكون الصدور ما فيهاش عظم، الصدر الفيليه ده، واحنا شقينه وفاتحينه ومحطوط في طاسة حامية جدا من الاول، فهو مش هينزل ميته، هيتلسع وهيستوي في ثواني على البخار. ودي اسرع طريقه تسويه، وهوريكم ازاي
واحنا مع بعض مش هنقطع ومش هنطلع فاصل، هوريكم ازاي هيستوي على البخار في ولا حاجه، وهقطعها لكم من جوه في الاخر واثبت لكم ان هي استوت في الوقت اللي انتوا متابعينه معانا دقيقه بدقيقه. نعمل ايه دلوقتي؟ ننظف الدنيا هنا خالص، نشيل كل الحاجات اللي مطرح الفراخ دي مش عايزينها وبس. انا ايدي نظيفه. تيجوا بقى ايه نشوف الدنيا هنا عامله ازاي. ده الطاجين، طاجين لحمه مغربي بالزيتون. احنا لسه ما حطيناش الزيتون، هنحطه كمان شويه. بس احنا عملنا ايه؟ حطينا لحمه بالملح بالفلفل ببصل كتير كالعاده المغربيه بجزر. سيبنا كله يستوي بالتكنيك اللي هو بيسموه سلو كوكينج بريزنج، اللي هو التدميس، اللي هو يكاد احنا ما حطيناش ميه. البريزنج ده بنحط ميه قليله قوي، او لو الحاجه هتنزل ميتها خلاص الميه منها فيها، وبيبقى على نار واطيه واطيه واطيه، وعشان كده دايما بنستخدم حاجات فخار كده وعلى نار هاديه جدا، ونسيبه يستوي مع نفسه كده، يستوي في حاجته في ميته في حاجته. واشهر حاجه احنا بنعرفها كمصريين بنعمل لها التكنيك ده، طريقه السوى اللي اسمها البريزنج، السوى البطيء قوي، هي الفول المدمس. الفول المدمس بنحط شويه ميه، تكونوا يا دوبك يا دوبك في اخر يعني مش غرقانين في الميه، وبنوطي قوي وبنسيبه يستوي على مهله. فالبريزنج ده تكنيك حلو قوي. احلى حاجه فيه ان احنا نقدر نستخدمه لما تكون عندنا حته لحمه وحشه، احنا مش دايما قادرين نروح عند الجزار نشتري مثلا الفليتو ولا عرق ولا فيليه ولا هو الفيليه هو الفليتو سوري، يعني لو قلت حاجتين هو الفليتو هو اللي بيعمل فيليه، مش دايما او انتركات او ريق، مش دايما قادرين نشتري القطعيات الغاليه. ساعات بتجيلنا قطعيه لحمه او نبقى شارين حاجه على بعضها فيبقى في حته لحمه ناشفه ما بتستويش. حته اللحمه الناشفه اللي ما بتستويش دي طعمها لو استوت صح يبقى حلو قوي زيها زي حته اللحمه الطريه، بس الفرق ايه؟ الفرق ان دي عايزه تسويه بطيئه اللي هو بريزنج زي ما احنا بنعمل كده، والتانيه لو حطيناها كام دقيقه على وشها وظهرها حته فيليه في كام دقيقه بتكون استوت. هو ده الفرق، ان واحده طريه اقل سوى بيسويها واحنا بنندخها طريه، التانية هتطرى بس بمدة طويلة من السوى بالتكنيك ده بالبريزنج أو التدميس، اللي هو مية قليلة مدة طويلة، نحط كل المنكهات اللي احنا عايزينها وننساها شوية. أنا هحط هنا إيه؟ عايزة أحط إيه تاني؟ هحط لوز، وهحط عصير ليمون، وهحط الزيتون طبعا اللي هو أهم حاجة بطلنا يعني. احط الزيتون متقطع ولا مش متقطع؟ لا هحطه سادي، انا هقطعه مش عايزه استخدم الترانشات ده ماليش نفس. اهو تتابعوا معايا. لا ده انا بسرعه كده عشان اوريكم ان قد ايه الفراخ اللي على الناحيه التانية مش واخده وقت خالص، وان هي تقريبا استوت خلاص، انا دلوقتي مش لاحقاها. فكروني هنا عايزه ارجع احط ليمون. بصوا دي احنا عاملينها مع بعض، عايزه اوريكم هي استوت ولا لا، هي غالبا لسه بس هنتاكد مع بعض. والاهم بقى ان احنا ازاي هنخليها تستوي بسرعه. انا هدخل لسه في اهي مش عايزه تكمل، شايفين بتنط ازاي؟ مش بتدخل جوه. هنا دي مش عارفه اشمعنى دي استوت، دي لسه شايفين اهي واضح قوي مش اهي شايفين بترجع كده تنطر تاني. طيب هوريكم بقى اسرع طريقه للتسويه. مش احنا كنا حاطين الغطا كان فين؟ اهو. والغطا زي ما هو كده. بصوا هنعمل ايه، الميه بتجري تجري ونزلت تحت، انا حطيت ميه قليله قوي قوي. انتوا متخيلين دلوقتي كان نفسي يبقى في كاميرا تصور جوه الحله وهي مقفوله. في دلوقتي غيمه، انا هاتوا لنا الحله يا جماعه، في دلوقتي غيمه بخار، احنا حطينا نقط بسيطه، ولان هي نقط بسيطه اول ما هتنزل خلاص مش هتلحق تبقى ميه، فجاه مع السخونه هتتبخر وهتعمل غيمه بخار كبيره قوي. ها والبخار ده عمال يلف دلوقتي حالا، انا شايفاه بخيالي، خيالي شايفه جوه وعمال يلف وبيسوي الفراخ في ثواني.
وهوريكم الحتت اللي ما كانتش مستويه دلوقتي. بصوا الدنيا عامله ازاي جوه. الميه دي كترت كمان شويه، كنت عايزه احط اقل. ادوني دقيقه تاني وهنتابع، هتلاقوها استوت. انتوا كنتوا شايفين واحنا بنغرس كانت مش راضيه تدخل ازاي. مش هطلع فاصل وقاعده بس منتظراها عشان فعلا عايزه اوريها لكم من غير فواصل. هنا عايزين نحط ايه في الوقت ده؟ عايزه احط بس عصره ليمون حلوه كده تظبط الدنيا. اديها كده تقليبه تاني. طبعا زيتون وليمون اساسا، يعني حاجه فيها زيتون تبقى عايزه ليمون على طول. ها ادوق الجزرايه دي. الموضوع هنا عايز شويه ملح، باين من الجزرايه ان الملح ناقص. تحبوا نرجع نشوف دي تاني؟ بصوا دلوقتي هندخل، لو دخلت اهي دي اكبر حته خالص، دي اللي مش مستويه اتخن حته هنا مستويه اهي. شايفين دخلت على طول ازاي؟ اهي بتخبط في الطاسه، اهي داخله بمنتهى السهوله. هوريها لكم من جوه وشوفوا احنا اخدنا وقت قد ايه علشان بعد كده ايه اللي بيحصل. هي كده استوت، لو صبرنا عن كده، وعاده يعني دي غلطه اغلبنا بيقع فيها، لو صبرنا عن كده هتبقى زي ما بيقولوا ايه، متفله او مفتله، مش عارفه بيقولوا ايه، اللي هي تبقى ناشفه كده ملهاش طعم. دي اللي استوت من الاول خالص، كانت مستويه بسرعه علشان مقطوعه بطريقه مختلفه. بصوا يا جماعه اهو هفتح لكم واحده من جوه عشان تتاكدوا ان هي فعلا مستويه بالشكل اللي انتم يريحكم. بصوا دي اتخن حته، شايفين اللحمه من جوه مستوية تماما وبيضة وزي الفل، ما فيهاش حتة حمراء، ما فيهاش حتة نية. أما شوية دول أنا هحط عليهم نقطة مية تاني أو نقطة لبن أو نقطة أي حاجة وهخليهم صوص، أو ممكن أخد نقطة مايونيز، معلقة مايونيز حتى، لا بس أخد مية وهعمل بيهم صوص. ولو لقيت حتة زبدة ممكن أحط حتة زبدة أو سمنة. وده هيبقى صوص بس خلاص. طيب حبيت بس يعني اثبت ان لو عندنا شويه ثوم زيتون مفرومين ليها الف فايده وفايده. الاكله دي غالبا موجود في البيوت، عاده بيبقى ساعات في شويه فراخ موجودة في البيت، بتبقى هتاخد وقت ان احنا نسويها بأي طريقة تانية. الطريقة دي سريعة، خدت كام دقيقة قصادنا؟ خدت من 11 ل 12 دقيقة. جماعة يبقى في أكلة ممكن نعملها في 11 دقيقة أو 12 دقيقة لو معانا شوية الزيتون ده. يعني أيم بروموتنج للزيتون، مع ان يعني مش عارفة ليه بعمل إعلانات للزيتون كده، بس هو حاجة تستاهل. نطلع فاصل بقى عشان احنا أخرنا الفاصل، ونرجع هنكون خلصنا ده ونبتدي نقدمه ونشوف هنقدمه ازاي. احنا لسه في حلقه الزيتون، دي الحلقه الثانيه للي اول مره بيشوفنا، ولسه بنحاول نعد استخدامات الزيتون اللي ممكن نستخدمها لو عندنا شويه زيتون في البيت وقررنا ان احنا نحلي اي اكله. لو قررنا ان احنا نحطه في سلطه، لو قررنا ان احنا نعمله تابانات كده، لو قررنا ان احنا نفرشه على توست، لو قررنا ان احنا نحطه على شويه رز، لو قررنا ان احنا نعمل بيه صوص للمكرونه، لو قررنا ان احنا واحنا بنعمل فراخ نتبلها بيه، او قررنا يعني حاجات اندلس، وممكن نحشي بيه اي عجاين، وممكن نحطه فوق الفطاير، وممكن نعمل بيه فوكاتشيا، ونعمل بيه بيتزا، ونعمل بيه باتيه، وممكن نحطه في اي اكله، اي سلطه تونه، اي حاجات فيها اسماك، اي وصفه سمك لو اترمى فيها شويه زيتون هتحلو وليمون.
لو قررنا، لو بصينا للزيتون كحاجة بيطبخ بيها، هنكتشف آفاق كتيرة للزيتون غير التسالي إن إحنا بنلقطه خلاص مع الفطار. آخر حاجة عايزة أعملها، عايزة نشوف مع بعض إحنا وصلنا هنا ده المغربي وصل لفين. إحنا حاطين فيه زيتون أخضر ولوز. آخر حاجة هنحطها هيكون شوية بقدونس. برضو يمكن المغاربة بيحطوا كل حاجة مع بعض، بس أنا عايزة أحط البقدونس كده لوحده في الآخر يفضل طعمه حلو. الحاجة المغربي أو الأكلة المغربي دي هقدمها مع كسكسي. الكسكسي أكلة أنا بحبها برضو زي ما حبيت أكلة الفراخ كده بالزيتون. ليه؟ سريعة جدا لما يوم نكون ما عندناش وقت خالص نطبخ ولسه عايزين نطبخ. بنعمل شاي إزاي؟ حط مية سخنة للشاي. أهي أدي كوباية مية سخنة. معلش دي كانت سخنة أوي. طيب معلش 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 كانت بس العين مفتوحة على الفاضي. قد ما حطينا مية كوباية هنحط تقريبا، هيبقى ده كده أو زي ما انتوا شارين ده كسكسي، زي ما انتوا شارين زي ما مكتوب على العبوة. خلاص هنعتبر ان الكسكسي ده هو الشاي اللي احنا نزلناه في المية المغلية. ساعة لما بنحط الشاي في المية بنطفي النار، احنا خلاص طفينا النار وبنسيب الشاي يخرط. هنسيب الكسكسي، وعلى بال ما تعملوا كوباية شايكم اللي هتشربوها هيكون الكسكسي ده خلص بالظبط، خلص خلاص. دي أسرع حاجة نشوية، أسرع ما نعمل رز. يعني لو احنا عايزين حاجة ناكلها، عندنا لحمة، عندنا فراخ، عندنا خضار، عندنا أي حاجة، وعايزين بقى الحاجة اللي بتشبع اللي هو رز، بطاطس، مكرونة، النشويات دي، ساعتها يوم ما يبقى ما عندناش وقت نطبخ، أسرع نشويات هي الكسكسي. وقت ما هعمل كوباية شاي، الرز أكيد هياخد أكتر، المكرونة أكيد هتاخد أكتر، البطاطس عشان تتسلق هتاخد أكتر، أي حاجة هتاخد أكتر. ده لأنه أوريدي هو احنا شاريينه معمول، يعني في خطوات اتعملت قبل ما احنا نشتريه، فخلاص بيبقى جاهز قوي كده بسرعة جدا. هنسيبه متغطي الدقايق البسيطة دي، وبعد ما هنفتح الغطا هنجيب شوكة. لا هو لسه ما شربش، خليني. الكسكسي فيه كذا حجم، احنا كمان لازم نبقى قاريين على العبوة، احنا ممكن يكون ده بيتحط له مية أقل. لازم نكون قاريين على العبوة، كوباية لكوباية ولا كوباية لكوبايتين. هو بيقول حط مثلا كوباية الكسكسي حط لها كوبايتين مية أو كوباية مية على حسب ما هو قال. اوكي هنخلصه دلوقتي. خلينا بقى نعمل ايه، نفكركم باللي حصل. فاكرين الصوص ده اللي كان نازل من الفراخ؟ خلينا نحطه كده. وأحط البقدونس. أنا حابة بقدونس كتير. المغاربة بيقولوا عليه مقدونس. ده طبعا كتير، ها يعني اكيد الوصفة الأصلية، بس في حاجات كده انا بيبقى حاسة ان ما عنديش مانع يعني اغير فيها شوية. ليه لا، كل واحد يعمل الطبخ ده مزاج يا جماعة، الطبخ ده مش قواعد، يعني كل واحد يعمل اللي بيطلع في دماغه طالما هياكله، طالما هيبقى مبسوط بيه. طيب انا دي خلاص حلوه قوي كده. نشوف هنا، اهو بصوا كده شارب الميه ازاي. ناقصه ايه؟ ناقصه ان احنا نفروله من بعض، نفلفله يعني نفلفله. يبقى عايزين شويه زيت صغيرين وشوكه مش معلقه علشان يتفلفل كده وخلاص. ده يتاكل مع ده. ادي حلقه الزيتون، عملنا ده وعملنا الفراخ
وجنبها كسكسي. اسمحوا لي هقدم بعد ما اسيبكم، واشوفكم ان شاء الله قريب في حلقه جديده من عيش وملح على خير باذن الله.